السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخواتي، عاملين النهارده لكم فيديو جديد. قبل اي كلام صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كلهم عون ونصيره. وحشتوني عامل ايه يا اخواتي؟ اخبارك يا حبي؟ مرحبا بك عزوم شان عند حبيبك حبيب الشعب. فقبل ما نبدا الفيديو عايز كل الناس تنزل تعمل لايك شرف القناه وتفعل زر الجرس كل ما انزل لك فيديو جديد يجي لك الاشاره على طول. بص يا ابن الحلال ركز معايا، عشان دخلت على حصات الجزء الاول والجزء الثاني وما زال في اطفال لسه بيتفرجوا على قصه بخور، فانا مش هغدر بيهم واعرفهم ان انا حنين، ولو انت عامل لي فيها عضندم الجبار تعالى لي على الخاص في البرايفت هبعت لك فيديو ساوند واحد اقسم بالله العلي العظيم هتسمعه من هنا عفش الشقه هتلبي بس عليك، ممكن تلاقي معلقه من درج المطبخ معديه السلام عليكم هناكل امتى والله العظيم. وساعتها هيعملوا عليا دراما حزينه ان انا خليتك تتلبس وحق مزيل عرق راجع وشويه دراما حزينه وانا مالي بيها. انا اسف بجد، خلينا في المستوى بتاعنا زي ما احنا، بس انت عارف ان انا قادر اعمل حاجات والله ما شكرانيه في نفسي، مش هينفع احطها في فيديو المونتاج. خلينا في المستوى ده ورحم الله انسان عرف قدر نفسه، انا يا عم على قد في الرعب ماليش في الرعب. المهم انا عايزك تنزل تكتب الكومنت الايجابي، سهل تكون صنع محتوى صعب تكون حمو يا حبيب الشعب، ومش هطول عليك اكتر من كده ويلا بينا على قصه بخور الجزء الثالث. حاليا يا جماعه الخير هكلمكم من منظور نبيل صديق المقرب لمحرم، لقيه مرمي على اول الشارع عند الغيط، فالجماعه اخذوه روحوا بيه على الدار دار الحاج عبد الستار اللي هو ابو محرم. المهم اروح له البيت هناك الاقي الدكتور عندهم والدنيا متنيله، في ايه في ايه، ابدا اعرف ان هو كان بايت بره من ساعه ما سابنا من على القهوه بالليل لحد تاني يوم الصبح، وفي جماعه جيراننا هم اللي وقعوا قصاد الارض بتاعتهم، والدكتور عرفنا ان هو دخل في نوبه صرع ووقع من طوله. طبعا انا ما اتدحدحش من الدار وافضل قاعد معاه لحد ما الحمد لله كده يجي على العصر الاقيه فاق، نبدا نساله في ايه يا ابني اللي حصل يا محرم، مش فاكر اي حاجه والله العظيم. الحمد لله يا صاحبي ان انا طمنت عليك، اذان العصر هيز يا دوبك الحاج اروح اصلي وراها اغير هدومي عشان هتحرك على المغرب. رايح فين يا نبي؟ التدريب اللي تبع كليتنا اللي في اسكندريه. طب واني مش المفروض جاي معاك؟ على عيني يا اخويا، بس انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ وبعدين ده رجلك الزرق اتقسم مطرح الكسر، شكلك ضغطت عليه جامد. هنقوم قدامكم دلوقتي نتمشى لحد الحمام، اخش اغسل وشي واتوضى عشان هاجي معاك نروح نصلي العصر ونتوكل على الله نروح نشوف حل. طبعا يمين شمال ام محرم صوتت لنا في البيت وما انتش طالع من البيت، انت مش شايف منظرك عامل ازاي؟ ده انت رجلك الزرقت، ده انت مش قادر تصلب طولك، ده انت ما اكلتش لقمه من امبارح. صاحب امه يا جماعه الخير شدوا صوت بعض، فرحت جاي مهدي الدنيا واحنا عارفين على محرم ان صوته من دماغه، يعني لو بيتنا نتحايل عليه ان هو ما يتحركش من على سريره برضك هيعمل اللي في دماغه. وفعلا يوم ياخد بعضه ويخش الحمام. طب يا امي انت مش بتقولي مجهزه له شويه اكل؟ هنسخن له عشبه ورز ومنابه موجود. طب قومي، طب وانا هطلع اطمن الشباب عشان هم جايين لنا من على الكوبري عايزين يطمنوا عليه. واخد بعض اطلع لاصحابي ولاد البلد صحابي اللي احنا متربيين وسطيهم، اطمنهم على محرم على جيته هو ورايا. انت يا ابني ما اكلتش ليه؟ رجاله السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا، ما اكلتش ليه؟ جريانه بيه، ما تنزل عن ودني بقى يا عم، يلا عشان نروح نصلي. طب يا اخويا اللي انت عايزه. وبعدين اختفيت من قدام امي ما توضتش جوه، هتوضى هناك في الجامع اللي انت عايزه يا اخويا. وابدا اسند محرم يا جماعه الخير ونتوكل على الله نروح على الجامع نصلي العصر. نصلي العصر من هنا وكل واحد يروح بيته يجهز شنطه هدومه عشان هنتوكل على الله ونسافر. يلا بينا، هنركب من على الكوبري صح؟ هنركب الميكروباص بتاعنا اللي بيعدي من على كوبري النيل عشان نروح نجع حماد. ماشي، هات شنطتك سيبها انا هشيلها. هات يا محرم شنطتك يا محرم، وانت قادر تشيل نفسك يا ابني، هات يا حبيبي. واخد الشنطه منه يا جماعه الخير ونركب الميكروباص، وهنقل لكم بقى من منظور محرم هو اللي هيكمل لكم الباقي. في نظام نقطه بنعدي من عليها كده من عند الكوبري تبع القريه عندنا، فعلى اخر الكوبري فيهم انا شرطه بيكونوا واقفين بيبصوا على رخص السواقين والبطايق وكده. الميكروباص بتاعنا ماشي وفي ميكروباص سابقنا، فاحنا نحضر من على شماله كده ونيجي يمته. اصبح الميكروباص على يمين انا. المهم يا جماعه خير اضرب عيني بالصدفه كده اشوف واحده لابسه خمار ومغطيه بيه وشها، انا مرتاحش بصراحه. دي مين يا ربي؟ دي مين؟ لا تكون حماد عبد الشفيع الست اللي طلبت مني اقفل باب الاوضه لما البنت الصغيره كتب نفسها. اخد بعض وانزل من العربيه الميكروباص، وكده كده انا السواق اعرفه. عم ابو ندى استنى بالله عليك ما تتحرك، اروح جاي فتح العربيه ونازل. ما عديش من قدام العربيه مطرح ما مين الشرطه واقف، اروح على الشباك اللي انا شفت من عليه الست على طول، دي زي ما قلت لكم لابسه الخمار كده مداريه بيه وشها، اروح انا جاي رايح على شال الطرحه اللي هي مداريه بيه وشها. طبعا انا هنا وقعت في مشكله، خلاص كده انا حطيت نفسي في نصيبه. طبعا ما اعرفش جوزها ولا ابنها اللي جنبها، انت بتعمل ايه يا جدع انت؟ ولقيته راح فيا. امين الشرطه يجي لي يا محرم في ايه يا ابني؟ انا اسف يا محمد بيه، تخيلت عمتي كنت بحسبها هي. والله انا اسف يا جماعه حقكم عليا انا اسف. فامين الشرطه عشان كان عارف ابويا الله يرحمه ياخدنا على جنب كده، ما تعملش الحركه اللي انت عملتها دي تاني. قلت لك كنت بحسبها عمتي والله انا اسف. حصل خير يا باشمهندس؟ وانت رايح على فين وسكتك ايه برجلك اللي انت رابطها دي؟ عندي تدريب في اسكندريه. طب يا حبيبي خلي بالك على نفسك، مش تقول لي قبل ما تشبه تاخد البطاقة والرخصه وتكشف عليهم بالمره؟ العفو يا محمد بيه انا اسف والله حقك عليا. امين شرطه محترم صاحب بابا وراح جاي مخليني راكب العربيه بتاعتي تاني واركب جنب نبيل، وناخد بعدين نتوكل على الله نروح على نجع حمادي. هو ايه اللي انت عملته ده؟
اسكت يا نبيل. خلاص هصب. بس ايه اللي انت عملته ده؟ نبيل صل على النبي يا محرم، عليه افضل الصلاه والسلام. ابو ندى حقك عليا، حط نشفه غلط بالله عليك، اسكت ساكت لحد ما نوصل نجع حماد، ونوصل يا جماعه الخير نجع حماد من هنا، ونروح جايين نازلين من الميكروباص عشان رايحين على موقف الاوتوبيسات. ناخد بعضينا نروح قدام الاوتوبيس نلاقي الراجل المسؤول عن الرحله اللي هو غير السواق، فبنبدا نوري له التذاكر من على الحساب لان هي بتبقى على حساب الكليه بتاعتنا وكده. المهم ان هو هيعمل لنا سكان عليها. يعني مين اللي واقف بيعمل ده؟ نبيل صاحبي، وانا واقف في ظهره عيني عماله رايحه على اللي جاي واللي رايح. فجاه عيني تيجي على فرش فاكهه، نظام فرش كده عندنا في نجع حمادي، محل فاكهه، ولا ست لابسه اسود في اسود وهو هو الخمار الاسود وداخله المحل ده. نبيل فتك على كلمه ريبلاي دي ثانيه والنبي يا محرم، هتلاقيها عملت معاك تاني. اروح جاي سايب له الشنطه والواد مش مركز معايا اساسا، واروح جاي رايح على الفرش. الفرش هنا وفي ممر بيدخلك على الراجل اللي جوه، ممر صغير جنب السبيطه اللي هي فاصل الفاكهه دي، بيعدي منه الزباين. فانا اخش جوه للراجل يا جماعه الخير، ابص كده في المكان ما الاقيش الست. مرني يا باشا. حبيبي يا ريس. قال لي ما فيش ست كبيره لسه داخله عندك هنا دلوقتي؟ لا والله ما فيش ست كبيره دخل. شكرا يا كبير، شكرا يا حبيب قلبي. ولسه بعد النفس يا جماعه الخير وبلف، الاقي مين واقف ورايا؟ عم عبد الشفيع اللي حماته الست اللي طلبت مني ان انا اقفل الباب، اللي انا عمال بتخيلها في كل مكان. الراجل بذات نفسه اللي زارنا من يومين. ازيك يا محرم؟ ازيك يا عم عبد؟ عمال بتدور على حماتي ولا ايه؟ ادور عليها ليه؟ هي عيله صغيره طايحه مني؟ لا تكون بتيجي في بالك وبتنجح عليك ان انت تدور عليها. انت عارف وانا عارف يا ابو، هي اسم بنتك ايه؟ مش لازم، اندهني زي ما بتندهني على طول عمك عبده وخلاص. المهم يا عم عبده، حق ابويا الله يرحمه انا مش هسيبه، وحق ابوك بقى عند مين يا حبيبي؟ عند اللي عنده. الموضوع فيه لف ودوران، بس البلد كلها بتقول على حادثه ابويا ان هي قضاء وقدر، وانت تقدر تعترض على قضاء ربنا؟ ونعم بالله نصيبه مكتوب لنا، ولكن انت مش ملاحظ ان في حاجه اسمها طب شرعي؟ ايه هتقدم فيها وتبقى واحد منهم يعني ولا ايه؟ لا العفو، انا اللي قافل الباب بايدي لما حماتك طلبتها مني، ونفس البنت اتكتم جوه. الطب الشرعي قال ان البنت قافله الباب على نفسها وكان عندها جيوب انفيه فكتم نفسها وماتت، وانا اللي قافل الباب بايدي. انت كده واد كداب جد الدنيا. هو انا مش لما سالتك قدام ابوك قلت ان انت دخلت الحمام ومش انت اللي قافل الباب؟ صدق نسيت ان انا دخلت الحمام، بس مش وارد وانا بدخل الحمام اشد اخد الباب في ايدي؟ لو انت مالك هو دارك ولا ايه؟ يعني هو دار حماتك؟ هنكتر معاك كتير، هبقى بجلي من نفسي مع عيل صغير، ما تدورش ورانا عشان ما تتعبش في الاخر. وبعدين بقول في مفاجاه انا محضره لك في اسكندريه، توصل بالسلامه يا محرم. فانا باصص للراجل كده يا جماعه الخير، يقول لي الكلمتين دول من هنا، مبقاش عارف بصراحه ارد عليه ولا اقول له ايه. انت فين يا اسطى كل ده؟ كنت في فرش الفاكهه اللي ورا ده. بتعمل ايه في فرش الفاكهه يعني؟ بقدم على وظيفه يا نبيل. وانت مالك؟ يا اسطى ما تتعبنيش بقى بالله عليك، وانا واخد ابن اختي معايا، ما تخليك ريحي كده يا عم، تروحش يمين ولا شمال. حاضر يا نبيل. طبعت التذاكر؟ طبعتهم يا اخويا، خد تذكرتك اهي، خليها معاك، ما بحبش اشيل ورق. ماشي يلا الاتوبيس اهو، وناخد بعضينا يا جماعه الخير ونركب الاتوبيس. وعايزك تركز معايا بقى عزيز مشاهد في اللي انا هقول لك عليه ده. احنا قاعدين، يخش علينا واحده، الله اكبر ايه الحلاوه دي؟ دي مش من عندنا، من هنا حاجه كده فرع اجنبي. المهم الانسه تاخد بعضيها وتخش تقعد على الكرسي اللي جنبينا الناحيه الثانيه، لان انت عارف ان الاوتوبيس بيبقى اربع كراسي، انا ونبيل على كرسيين وهي على الكرسي اللي جنبينا. واد يا نبيل. نعم يا محرم. انجل، خلينا انجل نبدل انا وانت. ايوه وحياه امك ما انا ناجل. هتنجل ولا اشيلك احبيدك مكان انجل يا نبيل؟ بقول وراح جنب بدل مع نبيل يا جماعه الخير. حياه المهندسين دول في خطر والله، مني تخصص عماره لائحه 2011، ممكن وانا واقف بعمل مبنى كده ولا عماره الاقي البلكونه وجعت عليا، بلتني والله، او توجع على قلبي. ملك بلا ست البنات في ايه؟ تامريني بحاجه؟ نقصك ميه ولا معايا كلها؟ بصي فاتح كوف شوب هنا. شكرا شكرا لله. اسم الانسه ايه؟ ايثار. وانت يا ايثار فعلا يا فندم؟ عاشت الاسامي. انت من عندنا هنا من البلد؟ من سوهاج. ايوه. مفيش اتوبيسات هناك في سوهاج ولا ايه؟ لا ما لحقتش اتوبيسي، ولسه ميعاد الاتوبيس الجاي غدا اللي هو بكره، وانا محتاج ان انا اروح اسكندريه في اسرع وقت عشان التدريب بتاعي. وانت في هندسه؟ لائحه 2011 في ثالثه ثانيه تخصص. الله اكبر، ربنا يحميك يا ست البنات ويبارك في مشاريعي. شكرا. المهم وانا قاعد معاه في الاتوبيس يا جماعه الخير، على دخلت راجل محترم كده جاي معانا اسكندريه، فيبص في تذكرته يقول لها حضرتك جوه وانا بره. يا عمو مش هتفرق انت بره ولا هي جوه، احنا زمان في هندسه. طب نتناقش مع بعض في العام، بعد اذنك خليك قاعد من جوه. وخليته قاعد من جوه. كان لسه 9 ساعات ولا حاجه. هنقعد جنب اثار، وهي قطعه اثار فعلا. انا اسف. خد يا محرم. محرم ايه يا نبيل؟ ايه يا اسطى؟ يلا انا راحت عليا نومه. ما انت كنت بتتكلم مع اثار، فهي نامت من هنا وانت نمت انت كمان. يا اثار نامت؟ فانا اضرب عيني على يميني كده يا جماعه الخير الاقيها فعلا راحت في النوم. طب ماشي يا اسطى، لسه بدري، انت بتصحيني من دلوقتي ليه؟ سؤال الاتوبيس قال فيه استراحه. والله بقى ننزل نجيب سندوتشات ولا حاجه عشان انا جوعان. سندوتشات ايه يا ابني؟ هو انت عندك حنشه في بطنك؟ ما في ياد ملت وعصار في الكيسه معاه. يا عم ملت وعصار، عايزين سندوتشات. ماشي استنى صح عصار، طب اشوفها لو عايزه تاكل حاجه. يا علتي لزوم الواجب برضه كيالا، مالك في ايه؟ اثار يا عصار. فأثار تفوق كده وتفتح عينيها، يا لهوي يا ابويا.
الله اكبر. دي تفتح عينيها من هنا. انا اسف ان انا صحيتك، احنا نازلين استراحه دلوقتي. مش عايز تاكل حاجه ولا تشرب حاجه عجيب عليك؟ محر يا احلى من قال لي محرم في الدنيا كلها. انا اسمي ايثار مش اثار. سيبيني ادلعك واقول لك اثار. طيب عامه شكرا ان انت صحيتني، عشان انا محتاجه فعلا ميه وهجيب حاجات من الاستراحه. طب ما تقولي لي، طب اكتبي لي طلباتك فورا واقول انا هسجل في النوت هنا عندي في التليفون وهجيب لك اللي انت عايزاه. يا محر ما تجيب لي انا على حسابك. جريانه بيه هتخيب ولا ايه؟ قوم اضغط لنفسك هنا على ابوك ابن كلب. قولي لي يا اثار عايزه ايه يا قلب؟ نعم عايزه ايه يعني؟ نجيبه لك ننزل خلاص الاستراحه على الاصول اهي داخلين عليها بيهدي اهو. شكرا انا هنزل انا اجيب، مش عايز اتعبك معايا. وفعلا الاتوبيس يقف بينا من هنا يا جماعه الخير، ولا اثار اخدت بعدها وراحت جايه نازله. ومين اللي عمال يبص لي؟ نبيل صاحب كرافتك. اسكت ساكت يا نبيل، انا هنزل اجيب ميه وعصاير. عايز اجيب لك حاجه معايا؟ على حسابك؟ على حساب اثار. ما تنعدل يا ابن الكلب في ايه؟ يا محرم بهزر معاك. لا يا عم على حسابك، اجيب لك اللي انت عايزه. شوف انت هتجيب سندوتش وهات لي معاك، وزود لنا برضك ميه عشان الميه ممكن تخلص معانا في السكه. والواد نبيل ياخد بعضه يا جماعه الخير ويروح جاي نازل. عايز اقول لكم طبعا ان الاتوبيس طالع من عندنا من نجع حمادي من هنا يعني الساعه 6 هو اتحرك 6 وتلت 12 وربع كنا احنا في استراحه. فايثار اللي نزلت ونبيل نزل وراها، وانا بصراحه قمت افك ظهري كده ورحت جاي نازل واقف تحت شويه قبل ما هو ما يجيب السندوتشات والحاجه ويجي. المهم خلال واحنا واقفين سمعنا دوشه ولمه، وفي نظام كوفي شوب كده اسمه الواحه، الستات والرجاله والاطفال عائلات يعني كلهم طالعين بيجروا. في ايه؟ الله اعلم ما نعرفش في ايه. قال لك في منظر غريب شفناه جوه. في واحده كانت في حمام السيدات بيقول لك اتحولت عليهم في الحمام وبتجري على ايديها ورجليها. فانا لقيتهم عمالين بيعقوا بالكلام ده وانا مش فاهم حاجه ولا مصدق اساسا. تخيل انت واقف في استراحه مستني صاحبك بيجيب اكل من جوه، فناس ياما طالعه بتجري بيقول لك واحده متحوله وبتجري على ايديها ورجليها. ايه الهبل ده؟ المهم السواق يجي يدور الاتوبيس، واللي اشترى اشترى واللي ما لحقش يشتري خلاص ركب مش عايز يشتري اصلا من بعد المنظر اللي شافوه جوه ده. فمين التقيل البطيء اللي لسه ما جاش؟ نبيل صاحبي. فسواق الاتوبيس يقول ناقصنا مين؟ اقول له ثواني بس صاحبي جاي من جوه. فلاقيه مش طالع من باب المول اللي هو الصغير ده اللي جوه في الحمام ومحلات المنتجات الغذائيه، وواحد بيشوي ونظام ترابيزات كده جوه زي ما قلت لكم مول كده على القد واحه كده في نظام استراحه يعني. المهم انا ما لقاهوش طالع من البوابه دي، الاقيه جاي من الجنب كده وجاي لا بيجري على اخره. هي ده نبيل اتخرت وانت بتجري كده ليه يلا؟ فلاقيه بيشدني من كتفي بيقول لي اطلع بسرعه. نطلع ونروح جايين راكبين والاتوبيس يتقفل والسواق ياخد بعضه ويروح جاي طالع. يا اسطى لو سمحت فاضل واحده لسه ما جاتش. ده مش انا الواحد اللي بيقول لي سواق الاتوبيس كده، ده كلنا بنقول لي سواق الاتوبيس. المهم يروح جاي راجع بظهره تاني وانا بص للمغبول اللي جنبي اللي مصدوم ده انا ما اعرفش ماله في ايه. في ايه ده نبيل؟ ها؟ اه يا خرب بيت ابوك. في ايه يلا؟ البت ايثار ايثار اللي كانت قاعده جنبك. لا السواق راجع تاني عشان نسيناه هناك. ايثار اثار هي اللي متحوله. اثار يا اخويا ايه هي البنت اللي كانت بتمشي على ايديها ورجليها هي دي تعبيط يلا؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، هي اللي كانت بتمشي كده. وانت عرفت منين؟ ايه؟ اهي طالعه طالعه الاتوبيس. نلاقي سواق الاتوبيس واقف يا جماعه الخير وباب الاتوبيس اتفتح تاني، وهي كانت واقفه قدام الواحد واحده مستنيانا. تطلع الاتوبيس وسامعها بتتكلم مع السواق وبتتاسف له يعني ان هي اتاخرت، وترجع تقعد مكانها تاني ومعاها كيسه كبيره في ايديها. محرم هو انت ما جبتوش ميه ليه؟ نبيل نفسه تسد. طب انا جايبها لك يا محرم، انا عملت حسابكم، خد اهي.